اليوم الأحد 7 تموز 2013، وطبعا يلي عم بيعد بداية شهر رمضان المبارك قربت كتير والتحضيرات بلشت، وبما فيها طبعا تحضيرات تلفزيون المستقبل يلي كمان إن شاء الله رح تكون شاشته منورة بكتير من البرامج يلي فيكم تتابعوها بخلال هالشهر الفضيل. اليوم وقبل ما نبلش بكل المواضيع بدي أقول، ولمناسبة اقتراب إذن شهر رمضان المبارك، بدي أوجه دعوة اليوم باسم كمان بلدية بيروت وشركة سوليدير. رح بيكون في احتفال كتير مهضوم لكل اللي حابين يتوجهوا الساعة 4 العصر اليوم إلى الواجهة البحرية لمدينة بيروت مثل ما عم نشوف بهالدعوة. ابتداء من الساعة 4 ل 7:15 في عروض مسرحية ونشاطات للأطفال، بتمنى يكونوا كتار لحتى يشاركوا فيها. ابتداء من 7:30 ل 8 رح بيكون في مسيرة بيشارك فيها 300 طفل من الواجهة البحرية لبيروت باتجاه مسجد محمد الأمين، والساعة 8:30 رح بيكون في إضاءة لفانوس بلدية بيروت وفوانيس الأطفال. هلا بداية هيدي رح تكون إن شاء الله بداية موفقة لاستقبال شهر رمضان المبارك. بالعودة إلى مواضيعنا لليوم بعالم الصباح، وطبعا نحن وياكم بعدنا متابعين بموضوع التوعية والإرشادات يلي عم نتابعها سوا للحملة يلي رح تهدف إن شاء الله إلى الحد من الجوع ووقف الهدر بما يختص بالغذاء من حول العالم. اسمحوا لي صبح بالخير الشيف شادي يلي رح بيرافقنا حتى كمان نشوف إذا هو بيعمل بهالنصيحة هاي. صباح الخير. صباح الخير للجميع. عندي نصيحة، تتسوق بشكل قليل او تتسوق بشكل كبير؟ يعني بنعمل ليستا على كل الجمعه جمعتين بنروح بنجيب اغراض 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 اغراض، ولا بنشوف نحن شو عايزين ونتسوقهم كل يومين ثلاثه؟ فينا نعمل شغلتين حسب الاغراض اللي بدنا نشتريهم، هيدا واحد. بس انا عندي دعوه كمان. عندي دعوه. لا لا، بس عندي دعوه، لانه حسب بدنا نشتري خضره ولا نشتري لحمه او نشتري اشياء طازه ولا نشتري اشياء مثل الرز او الفول او حبوب. يعني عندي دعوه كمان بالنسبه كمان للسينك ايت اند سيف بالنسبه لشهر رمضان الكريم. بلبنان في شيء اسمه ليبانيز فود بانك. هالليبانيز فود بانك اليوم بتعرفي بشهر رمضان بنحضر كثير اكل ببيوتنا، فانا عندي دعوه يلي بفضل عنده اكل يتصل فيني عن جد يحكي معنا. نحن بنعطيكم ارقام الليبانيز فود بانك، وهيك كمان بنساعد كمان بهالاكل اللي بيبقى بنساعد اشخاص ممكن يكونوا بحاجه كمان بشهر رمضان الكريم تيفطروا على القليله باشياء تكون تشبعوا، يعني مش طالبين شيء اكثر. مفيده. وفي كثير كمان جمعيات بخلال شهر كمان رمضان كمان هن بيعملوا. نعم. يوميا افطارات عديده، ويلي حابب طبعا تباعا فينا كمان نزودكم بكل هالمواضيع. اليوم الفكره هي انه نتسوق بكميات قليله، لانه ساعتها بنعرف بالضبط نحن شو بدنا نشتري من الاغراض. وقت اللي بنترك حالنا ونقول يلا البيت فاضي البراد فاضي، بنصير بننزل على السوبر ماركت وبنشتري كثير كثير بكميات، وهذا الهدر حسب الاحصاءات بيوصل تقريبا الى ما يقارب 800 دولار سنويا للعائله، وهي من الامور يلي اوقات بنشتريها ما بنستعملها، بتروح مدتها او بتدبل عنا بالبيت وما بنرجع بنستعملها ابدا، لانه ما بنكون مخططين نحن فعليا شو بدنا ناكل او شو هي الاشياء الضروريه اللي لازم نحن نتسوقها بالبيت. اليوم عالم الصباح اذا مثل ما قلت في عنا كثير من الامور رح نبلش نحكي فيها مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بالاضافه الى فقراتنا المعتاده منتبعها سوا بهالريبورتاج. بحلقه اليوم من عالم الصباح منتابع الابراج مع كارمن، توب 5 اعلانات الهواتف الخليويه مع جون بيع يوتيوب، اجدد البوم وائل جسار سنين قدام بنسمعه بيع غير موجه مع جون، وبخصوص الجمال مع جين نصار حلقه خاصه عن تاتو الحجبين من صيدا، رياضه ونشاط ونصائح مع هبه بواحد 2 3. بيع طريقك بنتعرف على درايفنج اكاديمي اوف لبنان، مؤلف عمره بس 11 سنه بنشوفه مع جون بجيل توب، ورشه ملح على الملوكيه بالقشطه مع الشيف شادي. ولكل اللي حابين وناطرين يعرفوا حظوظهم وابراجهم لليوم رح نصبح بالخير كارمن وننتقل لعندها. صباحكم الخير، اليوم الاحد 7 تموز يوليو، اليوم القمر مرافقنا برج السرطان، بكره القمر والشمس بيلتقوا سوا ببرج السرطان، كيف رح بيكون هالنهار على كل الابراج؟ البدايه طبعا مع برج الحمل.
مولود برج الحمل بدك تعمل حساب انه في تاثيرات فلكيه عم بتسيطر او عم بتاثر على الوضع الشخصي عندك، يمكن تخليك تكون شوي مزاجي، شوي متضايق، شوي متقلب الطباع، فطول بالك على حالك وعلى غيرك. وبيبقى المولود الاكثر تعبا 1 و2 نيسان ابريل. ننتقل لبرج الثور. مولود برج الثور بيناسبك تماما وجود القمر ببرج السرطان، لانه برج صديق لك، بتحس حالك انك مرتاح، بتحس حالك انك سريع نشيط وقادر تتفاعل مع محيطك وتتواصل معه بشكل بناء وتطلع بنتيجه ايجابيه مطمئنه لك. وبعتبر الانشط اليوم مولود 30 نيسان 1 و2 ايار مايو. ننتقل لبرج الجوزاء. مولود برج الجوزاء تأثير هالقمر من برج السرطان عليك، قمر الجديد، نوعا ما بيسرع عندك القدرة التجارية عندك، يعني كيف أنت بتفكر، بتشارع، بتفاوض وبتحاور بشكل بناء وجيد. لكن انتبه، حاول أنك ما تفرض آرائك، انتبه لأموالك لأنه يمكن اليوم يكون في بعض المصاريف الإضافية. أصلا هذا نهار جيد جدا لكل التعامل أو المعاملات التجارية والمالية. لكن إذا كنت من مواليد 15 ل 20 حزيران يونيو انتبه من السرعة ومن المجازفة. بنكمل مع برج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان، القمر ببرجك اليوم وبكرة وبعد بكرة، الشمس موجودة ببرجك حتى 22 تموز يوليو، قمر جديد عم بيدعمك، عم بيقول لك في صفحة جديدة، في مرحلة بدك تبدأها. يمكن تكون مرحلة فعلية ملموسة، ويمكن تكون مسألة معنوية نوعا ما أنت بتكتشفها وبتبلش تشتغل عليها. جميع الأحوال هي فترة نضوج، فترة تقدم، وفترة جرأة. لذلك ما غريب أنك تفاجئ حالك وتفاجئنا بقدرة على أخذ مبادرة، خطوة، قول أو فعل ما. الأكثر حظا 23 24 25 حزيران يونيو. ننتقل لبرج الأسد. مولود برج الأسد بدك تنتبه، لأنه عندك أصلا حتى 22 تموز يوليو الجو في هدوء، ركود، ويمكن حتى تأخير. تحديدا اليوم وبكرة وبعد بكرة القمر موجود ببرج السرطان، لذلك عندك شعور بالظلم أو شعور بالتأخير، بالزعل، بخيبة الأمل. انتبه من المشاكل، انتبه من خيبات الأمل، وأيضا انتبه من الالتباسات والفوضى تماما. انتبه على صحتك أيضا، ولكن بيبقى هنالك بعض الحماية وبعض الحظوظ عند مواليد 2 3 4 5 6 آب أغسطس. بنكمل مع برج العذراء. مولود برج العذراء نهار كتير حلو بالنسبة لإلك، نهار نشيط، نهار بيسرع عندك الأفكار، نهار بيسرع عندك الأحداث، خاصة الأحداث الإيجابية، وبالتالي هنالك تفاعل كتير حلو بينك وبين الآخرين. أنت بتستفيد، ومش بس هيك، بتدور الأحداث لصالحك. قوي قلبك، كون جريء وتعرف على ناس جديدة، ليش لا؟ والأكثر حظا 2 3 أيلول سبتمبر، وأيضا مواليد آب أغسطس. ننتقل لبرج الميزان. مولود برج الميزان الضغط عليك مستمر، تشعر بتعب، بقلق، وبتحس انه المسؤولية فعلا كتير كبيرة او كبيرة عليك، على كتافك. حاول تطلب مساعدة، حاول ما تتسرع، وحاول انك ما ترتجل، لانه الخطأ اليوم صعب وبكلفك كتير. وبعتبر المولود الاكثر انفعالا 3 4 و5 اكتوبر تشرين الاول. ننتقل لبرج العقرب. نهار رائع بالنسبة لك، من الأيام الرائعة بهيدا الشهر، بتقدر تعوض عن الكثير من الخسائر ومن الفشل والتراجع، حظوظك قوية جدا جدا جدا، فقوي قلبك وروح مطرح ما بدك. بيبقى الأوفر حظا 25 26 27 أكتوبر. ننتقل لبرج القوس. مولود برج القوس ضروري تساير وتجامل وتمشي الحال بالتي هي أحسن، حاول تبتعد عن المشاكل، وحاول أيضا أنك تلاقي الحلول يلي بترضي الآخرين. حاول ما تتفرد برأيك اليوم، خاصة مولود 16 ل 20 ديسمبر كانون الأول. منكمل مع برج الجدي. بالنسبة لبرج الجدي، نهار متعب، نهار تقيل، نهار مزعج، طباعك صعبة، وخصمك يمكن اليوم تكون كتير قوي. مطلوب منك انك تعد للعشرة او للعشرين، تبعد عن المشاكل، وتحاول انه ما تفتح حالك مواضيع من المستحسن انها تضل مغلقة ومسكرة. بعد عن الخلافات والمشاكل القانونية، خاصة مواليد 4 5 6 7 كانون الثاني يناير. بننتقل لبرج الدلو. مولود برج الدلو ما حدا عنده شغل أكثر منك، الانشغالات والأعمال والوجبات كتير كبيرة، يمكن يكون في تعب صحي أيضا. انتبه لحالك، نظم وقتك، وما تحاول أنك
تعذب حالك بأكثر من موضوع أو موضوعين بالوقت نفسه. بكر على أشغالك وعلى نهارك، الوقت كثير ضيق، وبعتبر الأنشط اللي معقول يلحق اليوم 14-15-16 شباط فبراير. نوصل لبرج الحوت. مولود برج الحوت من أجمل الأيام اللي ناطرتك، من الأيام الحلوة الرائعة، كانت رومانسية، كانت مهنية اجتماعية، حتى مع أولادك وأحبائك اليوم أنت بتسيطر وبتعمل اللي أنت بتريده. اطلب واتمنى، وبعتبر الأوفر حظا 21-24 شباط فبراير. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم بانتظاره سنة كتير مهمة، سنة رائعة، سنة جديدة، في نقلة نوعية بهيدي السنة، يمكن توصل لك الأمور على طبق من فضة ويمكن تضطر تشتغل عليها. تموز يوليو نوفمبر تشرين الثاني أدار مارس هني أفضل الأشهر. هيدي كانت أبراجنا لليوم، أتمنى لكم نهار حلو، نرجع نلتقي بكرة إذا الله راد مع أبراج جديدة. باي باي. إذن مولود اليوم إن شاء الله عن جد يكون حظه هيك مثل ما عم تتمنى له كارمن، ويصلوا كل شيء على طبق من فضة، الكل يتمنى أنه يا ريت أنا اليوم عيدة. بين بعد ما ناخد أول بريك لليوم رح نتابع سوا فقراتنا، وبينضم لنا جون مع يوتيوب.